مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وحلقة جديدة من إن بوكس على شاشة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله يكون معانا فقرات حلوة ومختلفة، بس طبعا قبل ما نقول لكم فقراتنا إيه هي النهاردة أسلم على رؤى. يا نورة، عامل إيه؟ يا مساء الفل. الحمد لله. أنت أخبارك إيه؟ الحمد لله. الدنيا حلوة؟ كله حلو. الجو امبارح كان شويه مطر كده، ايه لا 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 روقونا لا لا شويتين. روقونا شويه مطر، والغريب انه كان الصبح حر جدا وشمس جدا، وبالليل مره واحده بقى برق ورعد وسيول، وعندنا طبعا كان في بينزل تلج، تلج شويه تلج كده، قطعه تلج كده تفرحنا شويه. ما الجزء الثاني بقى اللي هو ايه، ناحيه يعني القاهره الجديده، الجزء ده وانت طالع بقى ناحيه بقى ايه، حتى العبور والعاشر من رمضان، وبعد كده بقى بقيه المحافظات الاسماعيليه وخلافه. يعني طبعا كان الجو هناك ساقع جدا، وكمان في بعض الاحيان يعني نزلت تلج، فنخلي بالنا ونظبط حالنا كده، ايه اللي نزل الصبح بدري يعني يبقى معاه برضو جاكيت كده ومتقل شويه، ولو الجو حرر يبقى برضو ايه لابس حاجه تحتيها كده كويسه، ممكن يعني يقلعه وبعد كده بالليل برضو يلبسه تاني عشان خاطر ناخد بقى اجازات من شغلنا بقى، ونقعد بقى كده نقعد تحت البطانيه بقى نتفرج على التلفزيون وخلاص. عايزه ايه؟ اهو ده اللي انا عايزاه. يلا خير ان شاء الله. طيب النهارده يعني لقائنا المعتاد الاسبوعي مع المستشار احمد فوزي والفقره القانونيه، وهنستكمل معاه بقيه حوارنا وموضوعنا عن قانون طبعا الاحوال الشخصيه الحالي اللي لسه ما تمش فيه اي تعديلات، لكن برضو بنتكلم على الشق الخاص بقانون الطلاق، يعني مهم جدا برضو، وهنستكمل معاه من الاسبوع اللي فات ان شاء الله. لسه بنتكلم في الطلاق. بدايه جميله والله يا جماعه السنه دي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب اما الفقره اللي قبلها نبعد بقى عن الطلاق ونحاول كده ايه ننبسط شويه. هيكون معانا يعني صوت حلو قوي، هو عبد الرحمن صابر، طبعا مطرب وتاهل كمان في التصفيات النهائيه لبرنامج الدوم. هنسمع بقى صوته ونعرف كمان تفاصيل مشاركته في المسابقه دي، واكيد اكيد هيمتعنا بغناء الحلو. خليكم معانا. عظيم جدا. بصوا طبعا عشاق القراءة والكتب، يعني في فكرة كده حلوة جدا بقالها فترة يعني منتشرة، وطبعا ده حدث كبير وعالمي، ودايما الواحد ممكن ما بيشوفهاش بتحصل كتير يعني في عمره. من ضمنها ايه؟ من ضمنها ان انت ممكن تشوف بعض المكتبات الكبيرة جدا طبعا، واحنا عندنا الحمد لله يعني من اهمها مكتبة الاسكندرية، وطبعا ده شيء محترم جدا بخلاف طبعا بقيه المكتبات الاخرى اللي موجوده على مستوى الجمهوريه. لكن لما يكون برضو في مكتبه يعني متنقله، وبالاخص يعني من خلال البحار، وكمان مكتبه عالميه يعني بتحاول قدر الامكان ان هي تقف في بعض المواني الخاصه يعني بالسواحل، سواء كانت يعني العربيه او افريقيه او حتى كمان اوروبيه يعني. فاحنا اليومين اللي فاتوا دول كان في حدث هام جدا حصل في بورسعيد، ان كان في مركب او سفينه كبيره جدا ضخمه جدا، وهي مكتبه مهمه جدا، وهي اسمها لوجاس هاب، وهي بتقف في مواني مختلفه، وهي جت الفتره اللي فاتت كان يوم 4 يناير ومستمره لحد يوم 23 المقبل ان شاء الله. وعليها برضو طبعا يعني بعض الكتب الهامه جدا، وكفايه الفكره نوره يعني الفكره حلوه جدا. مظبوط. ان يجي مكتبه عائمه كده وفيها طبعا يعني بعض بقى الحاجات الكبيره والهامه، وكمان اللي احنا يمكن مش عارفين عنها كتير. صح. وبرده كفايه ان هي جوه البحر. مظبوط. ويمكن زي ما انت قلت، الناس اللي بتكون عامه مهتمه بالقراءه وعندها شغف بيكونوا مستنيين الحدث ده، وبالتحديد لان هي بقى لها كذا سنه ما جاتش عندنا في مصر، فكانت فرصه لطيفه ان هي تكون موجوده عندنا في مصر، ويمكن ده كان حديث بعض الناس من محبي القراءه. ويمكن كمان عشان بقى نعرف تفاصيل اكتر عن المكتبه وعن الحدث نفسه واهميته كمان، وخصوصا ان هو لسه مستمر لحد يوم 23، فاحنا دلوقتي معانا على التليفون معتز محمد، صاحب مبادره ترافلر اكسبيرينس، ويمكن كمان هو كان من زوار المكتبة، وأكيد عرفنا بعض المعلومات عنها. ألو. ألو يا معتز، ازيك؟ ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ تمام. ايه الأخبار؟ عامل ايه؟ أنا الحمد لله كله تمام. انتوا عاملين ايه؟ وكل سنة وانتوا طيبين. الأول انت طيب. انت طيب يا معتز. سنة جديدة وان شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا. يا رب يا رب. طيب معتز، قول لنا كده في البداية عن المكتبة العائمة دي، وان هي كنا لسه بنتكلم انه يمكن بقى لها كذا سنة ما كانتش بتيجي مصر او ما كانتش موجوده في مصر، ايه اهميه حدث زي ده وخصوصا لكل الناس اللي عندها شغف بالقراءه؟
تمام. طبعا بالنسبه للمكتبه دي الميزه فيها ان طبعا هي حاجه عالميه، بنتكلم عن حاجه بتلف العالم كله. بتخلي مثلا عارفه فكره ان انت تحضري او تخشي مكتبه جوه مركب، دي بالنسبه لنا تعتبر حاجه كبيره جدا، برغم ان احنا طبعا عندنا في مصر مكاتب كبيره زي مكتبه طبعا اسكندريه وعندنا المعارض اللي بتتم، بس فكره المكتبه نفسها ان انت تخشي جوه مركب دي طبعا بالنسبه لنا تعتبر حاجه تاريخيه كبيره جدا. طبعا المركب طبعا فيها كتب كتيره جدا، فيها انواع كتيره جدا اللي انت عاوزاه، يعني متقسمه لكذا سيكشن. اول حاجه لما تيجي تخش المركب، المركب بيبقى فيها زي تعريف من الاستاف نفسه بيعرفك تقسيمه المركب عامله ازاي، وانواع الكتب اللي موجوده والاسعار بتاعتها وازاي تحسبيها والتفاصيل كلها الخاصه طبعا بالكتب الموجوده جوه. الكتب طبعا الموجوده هي متقسمه لكذا سيكشن، فيها برضو لغات مش كلها انجليزي، يعني هتلاقي عربي وهتلاقي لغات مختلفه. هتلاقي حاجات مثلا بتتكلم عن الحاجات اللي هي الرياضه، هتلاقي البيولوجي، هتلاقي حاجات الاكشن، هتلاقي الحاجات الكرتونيه، فانت هتلاقي حاجه متنوعه. وبالنسبه للاسعار يعني حسب الاسعار اللي انا شفتها جوه شايفها الاسعار تعتبر معقوله جدا، يعني كنت متخيل ان هي تبقى اسعار غاليه، بس شايف ان هي الاسعار تعتبر طبعا مناسبه لكل الفئات اللي هي حابه تتابع الكتب او بتحب القراءه. في طبعا بالنسبه للي هو الكتب اللي هي العالميه زي اطلس، في يعني كتاب معروفين كتير جدا جوه، يعني ليهم كتب طبعا موجوده جوه. يعني عارفه هي حاجه متكامله. شايفها ان صحيح التعامل هناك بأني عمله؟ لا مصري. مصري اوكي حلو. يعني حتى التيكت كمان وانت داخله، انت طبعا في تو تيكتس عشان الناس تبقى عارفه الموضوع ده. في تيكت ب 5 جنيه، دي اللي هي بتخش جوه المكتبه. دي حاجه طبعا تعتبر رمزيه جدا. وفي اللي هي حاجه تذكره ب 100 جنيه دي اللي هي بتلف المركب كلها، يعني بتتراجع التفاصيل الغرف اللي موجوده جوه، الكابينه بتاعه القبطان نفسها. انت دخلت بقى انهي، قطعت انهي تيكت يا معتز؟ لا انا قطعت اللي هي ب 5 عشان كان ساعتها التيكت ال 100 ما كانتش لسه متاحه، هي هتبدا تشتغل من الاسبوع الجاي. حلو. طب معتز كلمنا كده على بقى يعني المكتبه الداخليه اللي فيها بتضم يعني مجموعه كتب قد ايه ومنين، وهل هي مختلفه ولا هي يعني بتخص بعض الفئات العمريه بس؟ يعني وضح لنا اكتر كده التفاصيل، اللي احنا معانا بعض الصور انا شايف ان هي حلوه جدا وحاجه عملاقه، يعني حاجه كبيره قوي، وتحس ان هو مبنى مش مركب يعني بتدور حوالين العالم في المياه. يعني بالظبط زي ما وضحت، هي الكتب الموجوده فيها كتب متنوعه، فيها كتب اللي هي الكرتون زي ما انت شايف، هتلاقي باباي، هتلاقي ميكي، هتلاقي حاجات كتيره جدا. هتلاقي برضو كتب متقسمه خاصه بالرياضه، هتلاقي كتب اللي هي خاصه بالتربيه، الحاجات اللي هي الخاصه بالاكل، هتلاقي حاجات خاصه بالاكشن اللي هي الكتب اللي احنا متعودين عليها، اللي هو هتلاقي مثلا حاجات قريبه شويه من فلاش لو تفتكر الحاجات دي. طبعا زمان يعني. هتلاقي طبعا اطلس ده غني عن التعريف، هتلاقي كتب علميه كتير جدا، يعني هي حاجات متنوعه مش قايمه على نوع محدد من الكتب، وهتلاقي حاجات لكتاب معروفين جدا. حلو. طب انت شايف ان هي المكتبه متنوعه. طب انت يا معتز قلت انه اسعار الكتب يعني انت اتفاجئت ان هي مش غاليه قوي، تقريبا الرينج بيتراوح من كام لكام؟ يعني ممكن نلاقي مثلا الكتاب يبدا مثلا من 50. حلو. حلو قوي. كان اغلى كتاب شفته هناك كان يعني مثلا كتاب اطلس ده سعره عامل 450. شايف ان هو سعره جدا، الكتاب اطلس يعتبر من الكتب اللي هي الكبيره جدا. طبعا ومعروف ان هو اللي عنده الكتاب ده بيبقى عارف سعره، بيبقى قايم جدا. بالظبط. ف 450 ده يعتبر سعره حلو جدا ككتاب مهم زي ده. طب هي المنشا السفينه دي منين اصلا؟ يعني البدايه منين؟ وهل برضه بتضم بعض الكتب المصريه بتاعتنا بشكل كبير؟ بص فيها كتب عربيه. الكتب العربيه انا طبعا برضه عشان اكون صريح معاك ما لمحتش برضه كتب لكتاب مصريين، بس مثلا في كتب عالميه اللي هي خاصه بالاكشن المترجم. تمام. يعني في كتب مثلا بتبقى ادب مترجم للغه العربيه. دي مثلا الحاجات دي موجوده هناك. طب معلش يعني ده مين اللي بيختار نوعيه الكتب اللي موجوده بداخلها؟ يعني هل احنا المفروض مثلا لو بعض الكتاب او بعض الجهات المصريه مثلا تخاطب مثلا الجهه الخاصه بالسفينه دي ان هي احنا عايزين مثلا بعض الكتب بتاعتنا تبقى موجوده داخل السفينه، ولا الموضوع بيمشي ازاي؟ هل عندك الفكره دي او بعض الاجراءات اللي بتتم عليها يعني؟
دي على حسب المعلومات اللي انا جمعتها من هناك، ان هو الاداره نفسها بتاعت السفينه كل مكان او كل دوله هي بتروح ليها بتبقى موفره الكتب اللي هي بنسبه كبيره بتدعم اللغه بتاعتها. يعني على سبيل المثال لو المركب دي راحه كولومبيا هتبقى اغلب الكتب الموجوده هناك اللي هي الكتب المترجمه للغه الكولومبيه. تمام. فهي على كل دوله هي بتحمل الكتب اللي هي خاصه بالدوله دي، عشان برضه انت عارف مش كل الناس مثلا هيبقى متاح معاها ان هي تشتري كتب بالانجليزي او تشتريها باللغات المختلفه، فلازم ان هو يوفر لك برضه كتب متاحه على حسب اللي هي جنسيه الدوله اللي هم هيروحوا ليها. فده بيتم طبعا من اداره المركب نفسها. اوكي. طيب معتز قول لي، في انشطه ثانيه بتتعمل في المكتبه غير الكتب والقراءه والحاجات دي، ولا هي مقتصره بس على ان انت ممكن تشتري كتب من هناك؟ وهل الكتب كلها للبيع ولا في جزء للاطلاع؟ طيب بالنسبه للجزء الاولاني، هو الجزء الاولاني هو في ميزه عاملينها اللي هو الستاف بتاع المركب. طبعا اغلبه شباب بينزل يعمل زي احتفالات، يعني وانا هناك عملوا احتفالات في حديقه فريال وعملوها في ساحه مصر. عملوا احتفالات مثلا هم بيرقصوا مثلا مع المصريين، بيعملوا زي فقرات للاطفال نفسها، بيعملوا مسابقات بحيث ان هو يحصل اختلاط ما بين الثقافات نفسها، يقدروا ان هم يقربوا للناس والناس برضو تحبهم، ويبقى في مثلا فكره اللي هو بنعمل دعايه للمركب عشان الناس برضو تخش عليها. مظبوط. عاوز اقول لكم فعلا المركب فعلا بالنسبه لي عملت نقله كبيره لبورسعيد. يعني كميه الناس اللي هي حضرت الافتتاح نفسه او حضرت الحفله اللي هي كانت موجوده هناك كميه كبيره جدا. واكيد في ناس يومين. من بره بورسعيد كان في اجانب كمان كانوا موجودين في السفينه نفسها. في طبعا عشان الفتره اللي فاتت كانت اجازات، فكان في طبعا من جميع المحافظات ناس راحت تعمل زياره، فكان في زحمه رهيبه. يعني طبعا برضو المركب بتبقى شغاله من الساعه 10 الصبح للساعه 10 بالليل، ويوم الجمعه بتبقى اجازه. عفوا، يوم الجمعه بتبقى شغاله، يوم الاحد اللي بتبقى اجازه. وفي برضه نقطه مهمه حضرتك كنت قلتي في الاول ان هي السفينه متاحه لغايه 23، هي السفينه متاحه ل 21. 21 كويس ان انت صلحت لنا المعلومه. وبعد كده رايح على فين بقى؟ لا، اتجاه الدوله الثانيه ما عنديش علم. ميدان العقبه تقريبا. ميناء العقبه. ميدان ايه؟ ميدان اللي جنبينا هنا الناحيه الثانيه. طيب الجزء الاطلاع بقى، هل متاح في المكتبه اطلاع ولا شراء بس؟ لا، بيبقى متاح شراء. اوكي، شراء بس. طب قول لي، قول لي يعني الواحد لما بيروح المكتبه دي هل ليه مده محدده بداخلها يعني، ولا هي عادي براحتي يقعد زي ما انا عايز؟ لغايه دلوقتي مفيش اي مده محدده. حلو قوي. بالك ممكن عشان لسه مفيش ضغط، بس طبعا لو في ضغط كبير ممكن يبقى طبعا ساعتها يحطوا زي وقت مثلا ما يزيدش عن حوالي ساعه، عشان برضو انت خد بالك الزحمه كبيره جدا. وخصوصا اللي هي الايام اللي هي بتبقى جمعه وسبت، بيبقى في طبعا اجازات كتيره بتطلع لبورسعيد، فبالتالي بيبقى خلال الوقت ده ممكن هو يحط لك تايم. بس الوقت اللي انا رحته ما كانش فيه بصراحه تايم لسه اتحط بالنسبه اللي هو عدد او الوقت اللي يبقى متاح بالنسبه للناس. حلو قوي. طيب معتز، يعني لو حد حابب ان هو يجي يزور المكتبه وهو من محافظه ثانيه غير بورسعيد، ايه الاماكن اللي ممكن يزورها ثاني في بورسعيد؟ بورسعيد دي يعني عاوز اقول لك تعتبر اكتر الاماكن اللي هي فيها مزارات كتيره جدا حلوه قوي. للاسف مش معمول لها دعايه، بس بنحاول احنا نشتغل على حاجه زي كده طبعا تعاون مع اهل البلد. ففي مثلا ممكن اول حاجه تروحي حديقه فريال، ممكن تروحي جبال الملح، المعديه نفسها اللي بتعدي من بورسعيد لبورسعيد يا سيدي، مع طيور النورس. متاكد النورس بقى وانت ماشي كده؟ يعني جمال المنظر بيبقى فيه حلوه جدا. تمشي برضو وسط الفيلل بتاع هيئه قناه السويس بتبقى حلوه. عندك الاسواق اللي موجوده، سوق السمك اللي هو يعتبر اقرب حاجه معموله لدبي كستايل. طبعا كتوزيع ده حاجه طبعا تحفه موجوده هناك. عندك ساحه مصر، عندك البيت الايطالي اللي هو عليه اللوحه بتاعت موسوليني، ده يعتبر من الحاجات المهمه جدا عشان ما فيش غير اللوحه واحده بس في العالم بعد ما تم تدمير بتاعت ايطاليا. عندك اللي هو الفنار الموجود هناك، اقدم فناره موجوده في العالم. في حاجات كتيره جدا، ابسط حاجه كفايه ان هي الناس اللي بتحب فيلم المشبوه بتاع عادل امام، الفيلم ده متصور هناك. هتلاقي مثلا الممشى، هتلاقي مثلا الاسم الشرطه اللي كانت اتصور فيه. ففي ناس بتحب الاماكن دي جدا، تحب انها تتفرج عليها. يا معتز انت ما قلتش اهم حاجه.
اللي هي ايه؟ اكله السمك. ما هو اكله السمك، انا قلت سوق السمك دي فيها كل حاجه. عاملين فيه كده، عاملين فيه محل الشكل اللي هو تشتري سمك او المطابخ نفسها تطبخ. ايوه انا قصدي حلو قوي ده. ايوه ورخيص على فكره. لا هو انا ما رحتش بورسعيد يعني لحد دلوقتي، لسه الحظ ما جاليش ان انا اروح بورسعيد، بس يعني لا عاوز اقول لك كان في اكلات هناك في بورسعيد مش هتلاقيها غير في بورسعيد، زي السمنيه والتمريه والزلابيه. ايه ايه السمنيه دي؟ السمنيه والزلابيه. ايه السمنيه دي؟ بتبقى حاجه قريبه كده من عجينه البسبوسه، من السميد بتاع البسبوسه، بتتعمل بالدقيق والميه وبعد كده بتتشوح في السمنه. دي جزء، وفي اللي هي بتتقلي بتتحط كده في عجينه وبعد كده طبعا تتقلي، فدي حاجات هم معروفين بيها. دي حاجه كده اللي هو تاكلها ويجي لك انسداد شرايين وانت قاعد. جميله. لا 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 هو في لك اشهر واحد عندك اللي هو الراجل الحاج الكبير وابنه ده عم عربي. ايوه ده 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 جميل ده. انت بورسعيد يا فاروق؟ ده كده حبايبي. طيب حلو قوي ده. واللبس برضو هناك اخباره ايه دلوقتي؟ يعني هل متواجد برضو بكثره زي زمان كده واسعار والكلام ده؟ هو بقى دلوقتي في ميزه حلوه ان هم عاملين مول هناك عند برضو قريب شويه من سوق السمك. ده مجمعين بقى كل الاسواق اللي كانت موجوده بتاعت البلد، جمعوها كلها في المول ده. ده احدث حاجه موجوده هناك. ده حلو قوي ده. فالاسعار تعتبر لحد ما طبعا معقوله، بعد طبعا زياده الاسعار الفتره دي فتعتبر طبعا لحد ما تعتبر مقبوله، بس طبعا هتلاقي فيه فرايتيز كتيره، هتلاقي برضو فيه حاجات ماركات موجوده. يعني في كل الاحوال هم برضو بورسعيد ليها الستايل بتاعها ما اتغيرش شويه. بالظبط. معتز انت كان ليك تكريم من يومين تقريبا او من كذا يوم يعني من محافظ بورسعيد، مظبوط؟ كان من يومين. بالظبط، كان المحافظ طبعا اللي هو عادل الغضبان عفوا، كان استضافني انا والاعلاميه اسماء رؤوف، عندهم كنوع من التكريم ان هو بيشكرنا طبعا على المجهود المعمول بالنسبه لبورسعيد خلال الفتره اللي فاتت. فدي حاجه بصراحه اعتز بيها، وبصراحه رفعت معنوياتي ان هي حاجه زي كده فيها تقدير كبير لينا. أكيد. يعني هو شايف برضو الانجاز اللي احنا عاملين نعمله جوه المحافظه نفسها. انت بتعمل ايه تاني غير فكره التوعيه عن طريق الجروب بتاعك على الفيسبوك؟ كده كده احنا كجروب هو مقسوم جزئين، جزء ما الا مثلا بنعرف فيه عن اماكن موجوده جوه مصر، سواء انا مثلا بطلع الف المدينه دي كلها وارجع اكتب عنها عشان الناس تقدر ان هي تطلع تلف زي ما انا بلف كده، او ان انا مثلا ممكن بعمل رحلات داخليه بحيث ان هي الناس اللي هي مش بتحب تبقى لوحدها وتحب تبقى موجوده، فبنعمل رحلات بشكل رمزي نطلع نلف المدينه نفسها. ده الجزء الداخلي. وبرضه في نفس الوقت بنعمل اللي هي الحاجات اللي هي الخارجيه، نتكلم عنها ازاي تقدر ان انت توفر الورق، وازاي تقدم على الفيزا، وازاي تضمن ان انت تاخدها. كل دي حاجات بنقدمها طبعا من خلال الجروب نفسه. حلو قوي. هايل جدا. يعني برضه بنتكلم عن عادات وتقاليد اللي هي الشعوب والاكلات اللي هي معروفه في كل دوله. طبعا بورسعيد يعني فيها كميه يعني اكل هناك ممكن نعمله بمليون طريقه. احنا عايزين نعمل له حلقه. بورسعيد حلقه ونجيب معتز كده يكلمنا عن الاكل بس. يعني تيجي تعمل حلقه معانا هنا وتجيب حاجتك معاك يا معتز. انا جاهز. انو انا معاكم. طاوله السمك بقى مش هوصيك عليها. ليه؟ طاوله السمك. احنا هنطلع كلنا رحلة هناك واوريكم بورسعيد بشكل تاني خالص. اكيد ان شاء الله. نورتنا جدا يا معتز، ويعني افدتنا وضفت لنا معلومات، وان شاء الله كده يعني تنورنا في حلقة زي ما كنا بنتكلم، ونتكلم بقى عن تفاصيل اكتر سواء تخص السفر او حتى الاكل. اكيد دي حاجه مميزه جدا. دي اهم حاجه في شكرا الموضوع. ليك يا معتز. دي اهم حاجه في الموضوع، خلي بالك. يعني لما بنتكلم على بعض المحافظات كده، لازم الاكل والشرب هم يعني ايه اول حاجه نسال عليها، ايه عادات وتقاليد المحافظه دي، اكلها وشربها عامل ازاي. طبعا يعني اصل مش احنا هنتكلم على بورسعيد. بورسعيد معروفه طبعا يعني بجمالها وباهلها وبناسها، زي كده بقيه المحافظات عندنا الحمد لله. يعني برضو كل محافظه بتتميز بشيء يعني خاص بشكل كبير جدا. فاللي عنده فرصه ان هو يروح اي محافظه حدث مهم. لا كمان طبعا كمان بورسعيد المكتبه موجود دلوقتي. بالظبط. هام جدا يعني. معتز وضح لنا ان هو لحد يوم 21، ففرصه كويسه قوي لكل الناس بتحب القرايه، عندها شغف، بتحب تجمع كتب من مختلف انحاء العالم، مش هتقدر ان هي تجيب الكتاب ده، او مش موجود عندنا، او مش هتقدر تسافر او كده. حدث مهم جدا نفسها جدا، مختلفه جوه الميه كده ومكتبه وحركات بالظبط، وحدث كبير ومكتبه عالميه، حاجه حلوه. يلا بقى يا جماعه نتقابل في بورسعيد ان شاء الله لحد قبل يوم 21. فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بقى نرجع نستقبل معاكم عبد الرحمن صابر، هنسمع منه اغاني حلوه، يكلمنا كمان عن مشاركته في مسابقه الدوم. خليكم معانا بعد الفاصل.
طيب بصوا يا جماعه، يمكن احنا يعني ايه من وقت للتاني كده بنحب نسلط الاضواء على كل المواهب وكمان النماذج الشبابيه الموهوبه، ودايما يعني ايه من وقت للتاني كده بنلاقي فيه طفره حصلت كده في مجال معين. لو بنتكلم مثلا على مجال الغناء، فاحنا لاحظنا ان البرنامج طبعا الاهم والمصري بالنسبه لنا دلوقتي برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، خرج العديد والعديد من المواهب الفنيه المحترمه وايضا من المجالات الاخرى. يعني ضيفنا النهارده هو مطرب صوته حلو جدا، وصل كمان للنهائيات بشكل كان يعني واضح جدا، لان هو يستحق ان هو يكون موجود. وبرده كان التكريم الاكبر بالنسبه له ان هو يعني كان متواجد في احتفالات المنصوره الجديده، وغنى كمان امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا ده كان الحدث الاكبر والاهم ليه، وطبعا ده يعني ان شاء الله اللي يكون بقى عائد عليه في الفتره اللي جايه ان هو ينطلق بسرعه الصاروخ. النهارده منورنا المطرب الشاب عبد الرحمن صابر. ازيك عبد الرحمن؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله زي الفل. كله طيب وانت طيب؟ ازيك يا عبد الرحمن، منورنا. بنورك، ربنا يخليك. انت مكسوف ولا ايه؟ جو ساعه قوي. جو ساعه؟ لا بس انا ادفى شويه يعني الدنيا يعني كويس. لا عايزين نرحرح كده ونايه ونتبسط. فوق كده عبد الرحمن. نسمع صوتك الحلو ده ان شاء الله، وايه ونبسط الناس معانا برضه ان شاء الله. قول لي عبد الرحمن في البدايه كده، انت الاول يعني غنيت الاول ولا كنت بتعزف جيتار؟ لا غنيت الاول. اوكي، امتى بقى؟ غنيت وانا عندي 10 سنين. والدي ووالدتي هم اللي اكتشفوا موهبتي دي. وتطورت بقى وقعدت يعني قعدت اسمع كتير، اسمع اغاني كتير، اسمع ابتهالات. كان في الاول خالص كان عشقي للابتهالات، يعني كنت مبتهل صغير كده صغنطوط وبتاع. فرحت قصر ثقافه غزل المحله، ومن هنا بقى بدات ان انا اتعلم. انت المحله اصلا؟ طيب تحياتنا للمحله. والمدلعه صح؟ مش المدلعه، محله ولا طنطا؟ طنطا صح؟ ما هو غربيه بقى كله بقى يعني نتبسط كلنا. عندنا مدلعه برضه. اصل انا غربيه انا كمان، خلي بالك يعني. اي خدمة، شفت بقى؟ كده تمام قوي. يعني اهل يعني. طيب قول لي، حد عندك يعني من العيلة يعني ليه في المزيكا، حد برضو عنده الموهبة دي من هو صغير، بابا، ماما، اخواتك؟ جدي الله يرحمه، والد والدي، كان انا ما شفتوش يعني، هو مات وانا صغير او كنتش لسه اتولدت تقريبا، بس قالوا لي ان هو كان صوته حلو جدا، وكان بيقرا قران، صوته حلو قوي في القران، وبيقول ابتهالات برضو وكده، فتقريبا الجينات بقى يعني. حلو قوي. طيب ايه اللي خلاك بقى تقرر ان انت تعزف كمان جيتار، وليه اخترت الجيتار بالذات؟ انا ما كنتش هعزف جيتار اصلا، يعني انا في الاول خالص كنت عايز اعزف عود من زمان جدا، لان انا بحب العود وبحب اسمع صوت الاله نفسها. فبالصدفه البحته رايح اجيب جيتار عود، رايح اجيب عود، شفت الجيتار عجبني فجبت الجيتار، وبدات اتعلق بيه فتره مع التانيه لحد ما يعني اتطورت فيه لوحدي. حبيته اكتر من العود؟ لا لسه لحد دلوقتي بحب العود، نفسي العب عود. بس طب انت كنت بتعلم عود في الاول؟ لا كنت رايح تجيبه وخلاص، انت حابب انا كنت عايز العب عود ورايح اجيب يعني. عود والعب عود وكده واتعلم عود في الاول، بس لقيت نفسي بشتري جيتار ولعبت جيتار، مش عارف ازاي بس هي جت كده. حلو، هتيجي نسمع بقى حاجه؟ يلا بينا نسمع حاجه. هتبدا بايه؟ قديم جديد، هتعمل ايه؟ حاجه بتاعتك انت؟ هبدا ب بيا مسافر وحدك للاستاذ محمد عبد الوهاب. حلو يعني. ده اختبار سواقه. طلع الجيتار. اختبار سواقه. حلو قوي قوي. احساسك عارف انت في في شجن في في لا في حب كده عارفه ان هو الحمد لله. بتحب جديد عبد الرحمن؟ شكلك كده. اكذب؟ قال لك على طول. انا بعترف على طول، ما عنديش مشكله الصراحه. حلو، انت قول لي انا اعترف على طول، ما عنديش مشكله. طب قول لي انت بتحب، معلش برضو، انت يعني انت بتحب القديم قوي يعني؟ طبعا انت غنيت اغنيه بدات بيها برضو مش سهله، انت بتحب كل القديم؟ القديم هو الاساس اللي اتبنت عليه المزيكا. هو اساس الموسيقى في حتى المزيكا الغربي القديمه. هي دي الاساس بتاعت المزيكا الموجوده حاليا بشكل عام.
طبعا الاساتذه القدام، استاذ محمد عبد الوهاب موسيقار الاجيال واحد منهم، علم اجيال، علم فنانين، في ناس طلعت متربيه على الفن بتاع استاذ محمد عبد الوهاب وغيره. ناس قبله وناس بعده. فالناس القدام دول مدارس. بالظبط، مدارس واساطير. اكيد. طيب قولي عبد الرحمن كده، عايزين برضو نتكلم عن مشاركتك في برنامج الدوم، المشاركة جت ازاي والكواليس اللي كانت حاصلة لحد ما وصلت لمرحلة النهائيات؟ انا في الاول خالص قدمت في الدوم عن طريق اللينك اللي كانوا حاطينه في السوشيال ميديا. اختي الصغيرة لقيتها بتقول لي في برنامج اسمه الدوم مش عارف ايه، قلت لها قدم فيه الدوم، اول مره اسمع عن الدوم والاسم كان جديد ومش متداول، فاستغربت شويه، فقلت هقدم يعني مش هخسر حاجه. قدمت وبعدها بعدها بفتره لقيتهم وصلوا عليا ورحت. اول مرحله بقى هناك انا كنت داخل بتراش، انا كنت اغني حاجه واصحابي القريبين قوي مني في البرنامج هناك هم اللي عارفين الموضوع ده، انا كنت اغني حاجه ودخلت الاستيج غيرت. ليه بقى؟ معرفش. انا مش عارف لحد دلوقتي انا عملت احساسك راح لاغنيه تانية مثلا عادي بتحصل. اول لما مسكت المايك لقيت نفسي بغني سلام. انا كنت اغني حاجه تانية غير سلام. حتى انا كنت متفق اغنيه سلام ايه اللي هي ايه؟ سلام بتاعت استاذ خالد عز. كانت في مسلسل ابو العروسه. دي غير اغنيه سلام سلام الثانيه. لا 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 تمام، دي اغنيه، دي اغنيه ثانيه مختلفه. بالظبط. فانا اصحابي لقيت بقى ناس بتتصل عليا، انت ايه اللي انت عملته؟ انت غنيت سلام ليه ومش عارف ايه؟ قلت لهم والله مش عارف، يعني انا دخلت لقيت نفسي بغني كده، يعني انا كنت داخل محضر وعمال بقالي ساعه بره عمال بقى اقول الكوبليه كل شويه اللي انا هقوله. تتضرب عليه. بالظبط. طب لما غنيت الاغنيه الثانيه بقى يعني لقيت ايه؟ لقيت ان هي الحمد لله طلعت زي ما انت عايز، واللجنه او اللي كانوا موجودين تم اختيارك منها. بالظبط، يعني تم اختياري منها. بس كان يعني انا خدت 2 اخضر، استاذ امير طعيمه اداني احمر بسبب ان انا ما عجبوش الاختيار اللي انا غنيته، هو نصحني ان انا حاجه تبقى ممكن متماشيه معاك شويه اكتر يعني. بالظبط. بس استاذ عمرو مصطفى واستاذ حميد الشاعري هما الاثنين عجبهم الاغنيه وعجبهم صوتي، ف انضميت ليهم بقى. بالظبط. فلا مش ما كانوش فرق يعني، هو لا انضميت للبرنامج يعني. بالظبط انضميت للبرنامج. بالظبط. نكمل بقى بس نسمع حاجه. بالظبط، يلا بينا. ماشي. طب انا ممكن بما اني اتكلمت عن الابتهالات ممكن اقول ابتهال؟ طبعا براحتك اتفضل. مش من غير بقى الجيتار يعني. ماشي جدا. النقشبندي برضو اكيد انت بعشقه. ده شيخ محمد عمران. طبعا. طب نخش على الحدث الاكبر بقى، الحدث اللي بالنسبه لك كان يعني ايه نقله، وبرضو هل كنت متخيله او متوقعه ولا لا؟ غناك امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا كنت بتمنى في المنصوره الجديده يعني، انا كان جوايا حاجه بتقول لي ان انا نفسي اعمل ده، نفسي ان انا اقف قدام سياده الرئيس واغني ومصر كلها تشوفني طبعا. فكان جوايا احساس كده بيقول لي هيحصل في يوم من الايام. بس ما تخيلتش ان هو هيحصل على طول كده، مش بالسرعه دي. بس كنت طبعا مبسوط جدا، كنت مليان بالحماس والطاقه، كنت حابب جدا ان انا ابقى موجود في المكان ده قدام سياده الرئيس قدام مصر كلها في افتتاح طبعا المنصوره الجديده. فبجد كان الموضوع بالنسبة لي فارق معايا نفسيا جدا. أكيد أكيد. عبد الرحمن أنت نورتنا واتبسطنا معاك جدا جدا النهاردة، للأسف الوقت جري معاك بسرعة جدا، بس إن شاء الله تبقى منورنا في حلقة تانية برضو ونسمع صوتك الحلو ده وتمتعنا بيه. إحنا بنشكرك جدا، بس هنختم بقى معاك طبعا، إحنا مش هنختم مروحين، بعد الفاصل إن شاء الله يكون منورنا المستشار أحمد فوزي حجازي. لكل حد عنده أي استفسار قانوني بس نخرج الفاصل بقى بحاجة تسمعها لنا أخيرة. حاجة فريحة بقى. حاجة فريحة. حاجة فيها بقى جيتار بقى وحركات تيك تيك، عايزين شغل كده. أنا كنت أغني حاجة لعبد الرحمن محمد بس ماشي. اللي أنت عايزه يعني، مش عايزين نخصبك على حاجة يا عبد الرحمن. لا لا.
هتقول ايه طيب؟ تعالوا نقول طب كنت هتقول ايه لعبد الرحمن محمد؟ كنت هقول بروحي فتاة. اللي انت عايزه بقى ما تحيرناش. ماشي يلا نقول بروحي فتاة. يلا. طيب ولسه بنكمل معاكم بقيه فقراتنا، فقرتنا المعتاده معاكم الاسبوعيه الفقره القانونيه مع المستشار احمد فوزي، ولسه برضو بنستكمل معاه بقيه موضوعنا من الاسبوع اللي فات، وطبعا عن الطلاق وما يخص بقى يعني ايه او يندرج تحت قانون الاحوال الشخصيه اللي احنا لسه يعني بنتعامل بيه في الوقت الحالي، اللي هو القانون الحالي القانون القديم لسه ما تمش فيه اي تعديلات ولا اي تغييرات خالص. ده طبعا يعني في الفترة الحالية لحد ما نشوف بقى ان شاء الله الفترة اللي جاية ممكن يحدث ايه. يا استاذ احمد اخبارك ايه؟ الحمد لله منورتك العادة. ميرسي يا فندم، ربنا كله كويس الحمد لله. طيب احنا كنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن يعني اسباب الطلاق او انواع الطلاق يعني، وكان برضو من ضمنها الجزئية اللي وقفنا عندها كان اسباب الطلاق للضرر. تمام. وكنا لسه هنتكلم فيها بس الوقت ما اسعفناش. تمام. نوضحه برضو اكتر للناس ونتكلم فيه. تمام. شوف احنا زي ما اتفقنا ان الطلاق ده الاصل فيه الحظر مش الاباحه. ولكن اذا وجد سبب او مانع يبقى فيه طلاق. وقلنا الطلاق الرجعي اللي هو يستطيع الزوج انه يراجع زوجته خلال فتره عدتها. تمام. والطلاق البائن بينونه صغرى اللي هو الطلقه اللي لا يجوز انه الزوج يراجع بارادته المنفرده وهتبقى بعقد ومهر جديد. تمام. دي زي الطلقه اللي بيحكم بيها القاضي، أو زي الطلقة اللي بيروح الزوج والزوجة عند المأذون يطلقوا بعض، والطلاق البائن بينونة كبرى هي الطلقة المكملة لسلاسة. ده بالنسبة للأنواع عشان اللي ما كانش مع حاضر معانا بنلخصه. تمام. تمام. وإحنا قلنا التطليق للضرر. شوف الفكرة بشويش باختصار بدون تركيبة كلمات صعبة الناس ما تحبش تسمعها. أو ما بتفهمهاش أغلب الناس. البسطاء اللي زي حالتنا ما بيحبوهاش. أي ضرر يصيب المرأة وهذا الضرر ممكن يترفع به دعوى التطليق أيا كان الطلب؟ أي ضرر يصيبها ضرر، يعني زوج ضرب زوجته. ده ضرر. زوج شتم زوجته ده ضرر. إذا ثبت هذا الضرر من الزوجة عرفت تقدر تثبته. تمام. خلاص في زوجة بتنزل تعمل محض اسم الشرطة. دي انا بقول باخد الحالات الاكثر وضوحا الاول. الدرجه شويه او اللي ممكن يعني ممكن بتحصل يعني. بالظبط. زوجه الزوج ضربها وعملت له محضر، المحضر خد براءه. ما نعرفش نبني عليه بقى خلاص. كده. فالبراءه ما نعرفش نبني عليه لانه نبر يعني تبقى. هل هنا يعني لو في حد استخدم العنف مع الاخر هل هنا في اجراء محدد لازم يتم الاول؟ يعني اول حاجه الواحد بيعمل من مين اللي يستخدم العنف؟ اصل احنا في ما احنا برضو لا ممكن اليومين دول كله يستخدم كله العنف. وارد. ايوه خلي بالك ده في ناس ما طالعه ان يعني الرجاله بتتعرض برضو طبعا لبعض شوف هو يعني مش هتطرق للقصه دي بس الفكره في ايه؟ هنا في اثبات محدد بيتم مثلا شوف تبع مستشفى حكومه او خلافه لا لا ولا هي بس المحضر احنا عندنا طبعا لو الراجل اللي تم الاعتداء عليه الراجل اللي هو اللي يملك التطليق الطلاق في الموضوع. الموضوع في ايده. طيب لو الست اللي تم الاعتداء عليها وعملت محضر وثبت تقرير طبي وثبت فعلا بحقيقه انه ضربها وده يبيح لها التطليق ده. تمام. لا شتمها اهانها اي ضرر. خد بالك الضرر مختلف. يعني ايه الضرر المختلف؟ بس يا ريت محدش يفهمني غلط في الجمله دي. في بعض الشخصيات الاهانه عندها حاجه كبيره جدا بالكلمه بالنظره، فالضرر مختلف حسب المكانه الاجتماعيه وحسب الشخص وحسب كله. تمام؟ ده بالنسبه للضرر. في الضرر لعدم الانفاق. ده نوع من انواع الضرر اللي من حق الزوجه تطلب تطليق ليه. الزوج ما بينفقش، الاصل في الزوج انه ينفق. طب هل هنا ممكن تطلب نفقة في البداية الأول إن هي تطلب من المحكمة كنفقة زوجية حتى لو يعني لسه ما تمش الانفصال؟ أنا هقول لحضرتك. تمام. إحنا عندنا في طلب التطليق للإنفاق ده أمرين. أمر إن يكون الزوج مش موجود يعني في غيبة عن الزوج ولكن ليه مال ظاهر نقدر ننفذ عليه. فهنا ما ينفعش يتطلق، القاضي ما يطلقش. ليه؟ لأنه هيديها حكم
انها تنفذ بمال على المال الظاهر اللي عنده، ويبقى العله من الطلب التطليق انتفت، ان هو كده احنا بننفذ بالزبط. طيب هو ما عندوش لا مال ظاهر، والراجل ده معسر ومش عارفين نعمل معاه حاجه. اه من هنا القاضي بينذره، تمام؟ وفي الحاله دي من حق القاضي انه يرفع دعوه، انه يحكم بالتطليق لو تمسك الزوج بعدم الانفاق. اه يعني انا مش معنى ان انا معسر روح الله يعني، لا ان انا ان مال مراتي، ما انت مش قادر. ايوه اقصد ان هي بس برضه احنا يعني ما يبقاش ده باب، يعني طبعا كل واحد على قد امكانياته، بس ما يكونش ده باب من اول مشكله تحصل لاي راجل. لا خلينا ناخد ولا اي تعثر يحصل له. حاضر. يبقى ده باب ممكن اي حد يلجا له بشكل خاطئ يعني. تمام، خلينا ناخد من الحته اللي حضرتك قلتها، انه كله على قد امكانياته، ولذا القاضي لما يجي يحكم على واحده جوزها دخله 100,000 جنيه غير واحده جوزها 10,000 غير 1000. ايوه يعني القاضي لا، هو ده القاضي، هو الترمومتر بتاع الحته التقديري دي، التقديري للموضوع طبعا ده. الله. واحده دخلها 10,000 جنيه زي واحده دخلها جوزها دخله 100,000 جنيه، فبيحكم لها بنفقه اعلى. طب استاذ احمد معانا بس تليفون. طب. استاذ سليمان، يا استاذ سليمان. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ سليمان اهلا وسهلا. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا بيك، منورنا وكل سنه طيب. فندم ازيك؟ صح كله تمام، اسمعنا من التليفون ووطي التلفزيون. انا سامع حضرتك. اتفضل، معاك استاذ احمد، سؤالك ايه؟ انا بس بدي اسال سياده المستشار، انا كنت شاري قطعه ارض 462 متر تقريبا من 15 سنه ونص. من ايه يا فندم؟ 15 سنه ونص. من 15 سنه بعقد بيع ابتدائي. تمام. فظهر لي لها ورثه، اتفاجأت ان في حد يقول لي ان الارض ديت احد ورثها من جده، يعني من 15 سنه، وانا مقيم في البيت من ما فيش حد اعترضني ولا انذار ولا اي حاجه خالص، اتفاجأت ان لها اصحاب يعني. ايه الحل اللي عمله بعد كده وانا معايا عقد بيع من 15 سنه؟ طيب حضرتك واخد حته ارض ولا بيت؟ اصل انت قلت بيت. لا بيت. ارض وبنيتها؟ ما بني فيه بيت دورين وفي براح قدامه يعني حوالي 600. يعني هي كانت قطعه ارض مبنيه من الاساس ولا انت اللي بنيتها؟ لا انا اللي باني. يعني انت واخد حطت الارض بالبيت وبنيت. يا فندم شاري من واحد وبقالك 15 سنه. 15 سنه وست شهور بالظبط، العقد 1/6/2007. وانت شاري، والواحد ده اصلا مالك ولا مش مالك؟ مالك، بس ما مش لما 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 فحصت الورق بتاعه لقيته مش الملكيه كلها مش له. طيب شوف انت احمد، بس العقد مش مسجل، العقد مش مسجل. عقد ابتدائي مش مشكله، العقد ابتدائي بس. انت يعني انت الحمد لله ان عدت عليك فتره التقادم، اللي انت لانك انت واضح انك فاهم، فبتقول لي 15 سنه ونص، يعني فاهم بتقول ايه. فمعنى ان عدى عليك 15 سنه ونص، بس الكلام اللي بقوله لك ده قانونا وليس شرعا. تراجع حد في 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 في, في من اهل الفتوى في الورث، عشان لا مش ورث، هو اشترى غلط، يعني هو شاري من واحد مش مالك. يعني هو اتنصب عليه او اتضحك عليه، اسف في التعبير. طب هنوضح دي بس. برضه ناخد معانا استاذ امل وبعد كده نوضح المكالمتين. يا استاذ امل. الو مدام امل. ايوه مع حضرتك. مساء الخير يا فندم. مساء النور، منورانا جدا، اتفضلي. سؤالك ايه الاستاذ احمد؟ انا كنت بسال بس عن حاجه. انا كنت متجوزه من 30 سنه. انا الصوت مش واضح، تاني كده. انا كنت متجوزه من 30 سنه مع شخص. ماشي، متجوزه متزوجه من 30 سنه، تمام؟ ايوه تمام كده. وكان في ضرب واهانه، وكان معايا منه 4 اولاد. تمام؟ ماشي. كان في عنف وضرب واهانه ومعه 4 اولاد، تمام؟ ومعايا 4، وحصل طلاق وطلقه دائنه عند المأذون بيني وبينه، واتنزلت له عن حقوقي المؤخر والنفقه والحاجات دي كلها. ابريتيه زي ما بنقول بالبلدي. ايوه بريته تماما كل حاجه. تمام. الكلام ده من 2019. ماشي. هو ما رفعتش عليه نفقه. يا فندم؟ ما رفعتش نفقه، اخد من نفقه اولادي، هم البنات كبار. اوكي، البنات بيشتغلوا؟ لا ما بيشتغلوش حكومه، واحده كانت الكليه والثانيه خلصت معهد سياحه وفنادق. ماشي، لكن هم ما مش لا متزوجوا لا مش متجوزين ولا بيشتغلوا. لا. طيب يا فندم كملي. وفي طفل تاني عنده 12 سنه. ماشي يا فندم. و
وما رفعتش نفقه ولا حاجه، ولحد دلوقتي كان بعت مبلغ صغير 500 جنيه مثلا، ومن كام سنه يعني من 3 سنين كده قطعهم خالص، ما اعرفش عنه حاجه. تمام. ففي ناس قالوا لي من تبعه يعني ممكن ترجع له عرفي. ممكن ايه؟ ترجعي له عرفي عشان انا اخدت معاش والدي. ترجع له عرفي؟ اه ماشي. طيب كمل. اه تمام. ايه السؤال؟ هل الحته بقى دي صح ولا هي عشان بقينا ما تنفعش؟ لا بس انا رافضه نهائي الموضوع. لا يعني الموضوع لا. طيب بس انا عايز اسال اللي هم بقينا بينونه صغرى يعني طلقتين ولا دي مكمله لثلاثه؟ يعني دي ثالث تطليقه ولا دي إيه؟ ولا اول تطليقه؟ بص اقول لحضرتك، هو كان بيرمي اليمين ويروح لجماعه يقولوا له لا ده ادفع كفاره، بس هو كان بيرمي اليمين كتير. يعني هو معتاد على حلف اليمين بكثره. طيب انا شوفي، بقينا صغرى. انا شوفي هجاوبك على عشان الوقت، هجاوبك. حاضر ماشي. طيب نبدا. طيب استاذ سليمان عشان هو ناخد الاستاذ سليمان اللي هو اشترى قطعه ارض من 15 سنه وبنى عليها حته بيت ليه هو، وزار حد زار من اللي هو اللي اشترى منهم قال الارض بتاعتي. تمام. شوف ايه، واضح ان الاستاذ سليمان اشترى من حد لا يملك الارض دي اصلا، او من العيله. لا لا لا، اشترى من حد ما يملكش الارض، ظهر له حد الارض دي ملكه. تمام. هذا الـ الشخص، وعشان كده قلت له ماليش دخل بالشق الديني فيها ده. تسال فيها، لكن انا بتكلم قانون. هذا الشخص اللي صاحب الارض الحقيقيه اللي ظهر له، القانون بيسميه مالك مهمل. يعني ايه مالك مهمل؟ يعني هذا الشخص لم يبحث عن حقه لمده 15 سنه، وكان الاستاذ سليمان واضع يده وحيازه هاديه مستقره هذه المده، فهنا هياخد دعوه يقدر ده يد. سبب من اسباب كسب الملكيه في القانون عندنا وضع اليد الطويل المكسب للملكيه، فهو مع الاسف الشديد صاحب الحق هو اللي اثر في حقه. فهنا الاستاذ سليمان 15 سنه ونص مفيش اي منازعات، فهو هذا الشخص حتى لو معاه عقد مسجل شهر عقاري بيقول ان انا اللي صاحب ده، والاستاذ سليمان متواجد على متواجد مع الاسف سنة. ومع الاسف عشان الناس ما تزعلش، انا مش مشرع قانون، انا بقول القانون بيقول ايه. واذا كنت حتى ان انا برفض هذه الفكره ان ممكن احد ياخد حق احد حتى بالقانون، ولكن ده قانون. طيب. فهو الحق الاستاذ سليمان لا هيكمل كده، هو صح وضع يده وهيرفع دعوه تثبيت ملكيه او يدعي فرعيا في اي دعوه هيرفعها الشخص المالك الحقيقي. بيدعي فرعيا في الدعوه بحاجه اسمها دعوه تثبيت ملكيه، وهتمشي على ما اعتقد وهتروح للخبير، والخبير هيبحثها. ولو ثبت انه وضع يده لمده 15 سنه هيديها له على ما اعتقد. يعني برضو يعني لو احنا برضو ممكن ما فهمناش الموضوع بشكل كامل، في حاجه انا عندي احساس ان هو الراجل ده ظهر من ضمن العيله اللي اشترى منها الارض، فبالتالي هي داخله فيها جزء ورث او داخله فيها. خليني برضه ناخدها في الاطار الاخر. انا اخدت اسوأ حاله انه ما يكونش مالك. اصلا فلو اصلا بقى الراجل ده جوه الورث، يبقى من حظ الاستاذ سليمان، يبقى كده ضميره قدام ربنا اشترى من واحد بالزبط. من جوه الورث بالزبط. وما عندوش اي مشكله في الحته دي. لو جوه الورث يملك يبيع طالما النصيب بتاعه يسمح ببيع المساحه دي. طب هو لو ما يسمحش، ايوه، يبقى باع اكتر من نصيبه. أيوة. ينطبق عليه الاحكام اللي احنا قلناها كده كده، كانه واحد باع ملك الغير. تمام. احنا كده وضحنا جميع الحالات. طيب نيجي للمكالمه اللي بعديها برضه. نيجي للمكالمه. شوف المكالمه هي بتلف حوالين حتتين مهمتين جدا، اللي هو ايه؟ الربوع. انا اتجوز عرفي عشان المعاش. دي ماليش، انا مش هجاوب عليها لان ما اعرفش انصحك اقول لك ايه، اقول لك تعملي حاجه غلط. ما هو اصل المعاش بيصرف للست اللي غير يعني معاش والدها ده هيبقى او والدتها. هذا المعاش غير مستحق ليها الا اذا كانت يا اما ملهاش دخل وما بتشتغلش او مش متزوجه. غير متزوجه. ويجوز كمان لو ليها دخل وبتتزوج بيستقطع منه مثلا الجزء ويستكمل. لا يعني إيه؟ يعني ايه مثلا معاش هي بتشتغل بتاخد 5000 جنيه ومعاش ابوها 7000 جنيه. تمام. فتاخد ال 2000 جنيه اللي زياده عشان يبقوا يستكمل بالظبط. تمام. طيب خلينا نرجع لحته انها اتطلقت طلقه وكده. اتطلقت الطلقه دي حسب الطلقه دي هي طلقه اولى
ولا طلقه ثانيه ولا ثالثه، ثالثه كده كده مش هترجع لا عرفي ولا غير عرفي. بس هو من الواضح ان هو كان معتاد على يمين الطلاق. جت تروح بقى لدار الافتاء تاخده كده وتطلع بيه هي على دار الافتاء، احنا مش هنتحمل هذه المسؤوليه. ده الجزء الشرعي اللي احنا ممكن يعني تساله تقوم بيه دار الافتاء بالافتاء فيه. لان خد بالك دار الافتاء بيساله هو انت لما رميت اليمين ده رميته بنيه ايه؟ في تفاصيل. بالظبط. مش انا اللي هاخد التفاصيل دي، لو طلعت دي الطلقه الثالثه لا انت هتنفعي تتجوزي عرفي ولا غير عرفي. فهي دي يعني ريحي نفسك في الحته دي. اما بقى حاجه ثاني بقى نطلع بيها للي غير الست دي. عندها ثلاث ولاد وما كانش بيصرف. في واحد منهم قاصر لسه 15. يعني 15 وبنتين كبار. او يعني في التسعتاشرات او أصغر حتى أصغر لو شوية. على فكره عايز اقول حته بما انك قلت قاصر بقى. يعني لو البنات دول عندهم 25 سنه وغير متزوجين وما بيشتغلوش. من حقهم يبقى ليهم برضو نفقه. نفقه. الولد لا. تمام؟ فهنا الاولاد عندي كلهم 15 سنه. لو عايزه ترجعي تاخدي كل النفقات اللي صرفتيها على الاب تقدروا ترفعوا قضية وتاخدوا حقكم. بس اللي يرفع القضايا النهاردة هيبقى مين؟ الولاد. لأن عندنا سن التقاضي في قانون الأحوال الشخصية للأولاد من 15 سنة. يعني أنت لما تروح تعمل توكيل في أي حتة وأنت أقل من 21 سنة يقول لك ما عملكش توكيل، إلا بس توكيل للتقاضي في الأحوال الشخصية يبدأ من 15 سنة. حتى لو هو مش ظاهر يعني هي بتقول بقاله اكتر من عام ان هو تقدر رجعي. تقدر ترجع باي مده وتثبت انها ما خدتش المده دي وتاخدها تاني وياخدوها الولاد تاني والموضوع يبقى لطيف جدا يعني. طيب. ما تقلقش استاذ احمد، دلوقتي هل من حق اي سيده من السيدات دلوقتي انها تطلب الطلاق في حين ان لو جوزها تزوج عليها باخرى بدون علمها؟ طبعا ده شرط من الشروط. هل ده في القانون بتاعنا هو في القانون بتاعنا في الوضع الحالي لقانون الاسره موجود ده الحالي. موجود سبب من اسباب التطليق في القانون الحالي اللي احنا عايشين متواجدين عليه دلوقتي. ولكن ليه شروط. ايه هي؟ اولا يجب ان يكون خلال سنه من تاريخ علمها. ونفرق مش من تاريخ زواجه بالاخرى، لا تاريخ علمها هي. انا ممكن اتجوز ومراتي ما تعرفش واقعد مخبي وهي مش قادره توصل لي لمده خمس ست سنين وتعرف بعد خمس ست سنين، من السنه تبدا من بعد الخمس ست سنين. واحد تاني هيبقى بيتفرج علينا دلوقتي وعنده بعد نظر يقول لي ايه؟ ما هو المفروض المأذون بيخطر الزوجه بالزواج التاني. لان المفروض انت بتكتب في قسيمه الزواج بيسالك هل انت متزوج او لا، ولما تقول له بيكتب تاريخ ده، ما انت ممكن المأذون اصلا الزوج يديله بيان خطا عنوان الزوجه فيخطر على عنوان مش صح اخر. ما تعلمش الزوجه. فهو المأذون ده واجب على المأذون الاخبار يتحرى الدقه في بس في حالتين الجزئيه دي اذا كان اصلا الزوج وهو عند المأذون قال لي انا متزوج، ما هو في زوج بيقول له انا مش متزوج. او يكون يدي عنوان غلط. بس البطاقه بيكون مكتوب فيها ان هو متزوج يعني. لا سيبك خليه بطاقته مش مكتوب فيها. مش مكتوب فيها. هل ده بقى تزوير ولا مش تزوير؟ عندنا وقت نقوله؟ لا ما عندناش وقت نقوله. بس فتحت دماغي برضه المناطق كتيره جدا اذا كان في وكل مره بنحاول يعني على قد ما نقدر نلم جزئيه معينه بتفتح في حته ثانيه مننا. ما اكيد. بس كالعاده دايما فروض الناس اصلها ما بتخلص. طبعا. بس كالعاده بنستمتع جدا بوجودك معانا وبتفيدنا بجد. الحمد لله. ونتمنى ما يكونش في اي مشاكل ولا اي طلاق خالص للناس كلها. يا رب كده ويسعد الجميع. نورتنا جدا يا استاذ احمد. ميرسي يا فندم. شكرا جدا لوجودك معانا. طيب وكده خلاص حلقتنا النهارده خلصت معاكم. وإن شاء الله برضو معاكم حلقة جديدة بكرة الساعة 6:30 وإنبوكس. استنونا على خير بإذن الله. يلا سلام.